السلام لي زامي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وانتم كتشوفوا هاد الفيديو. المهم توحشناكم بزاف بزاف، وهاد السيمانه ما عطيناش لكم فيديو. سمحوا لينا ولكن انا راه كنتخاصم معاهم اسباب اننا كنا منوضين وانا تخاصمت معاهم وبداك كنهضر معاهم بجوج. هي مسطيه فاش كدير لينا حنايا شي برانك كنقولوا كيما هذاك ماشي برانك وماشي ضحك. حنا درنا لها واحد البرانك شويه باش كنتو غادي تخرجوا لينا على كنتو غادي تخرجوا لينا على السيرفو ديالي كان غادي نمشي فيها وهي غادي تقتلوني. لعبوا لي على بوان فيبل ديالي في الحياه، لعبوا لي على وما خصناش نوصلوا حتى للدرجه في الضحك الباسل. هذا هو الضحك الباسل من هذه حيت هذه مولات الفكره وعارفه بهذيك لابوان فيبل ديالي مزيان عارفه شنو داكشي اللي كياثر عليا وكراتنا ما عقلتش علينا وكراتنا حنا دابا كناكلوا سمحوا لينا حيت ما قدرتش عبرت عليكم من بلوكيتكم على كثير خلاص ما حدش ماشي ضحك انا عمري ما درت لكم شي برانك بحال هذا. المهم داك البرانك بعدا ما غاديش نحطو لان خصنا نخرجوا فيه حتى ما غاديش يتحط هذاك الحاجه ما عرفتش واش غنحط لكم هذاك البرانك حيت نبقى ما قدش نتفرج في راسي شواني خاصني نغشطها في ديك الساعه الكامل. ايوا صافي هادشي اللي كاين وهادشي علاش غبرنا عليكم. ودابا يلاه جاو حزروني قلت صراحة حزروني والبارح اليوم جات باش معايا فاشي باش داير لي خاطري وانا غنمشي لدار سلمى جابت لي اندومي وموفيد وكوكيز وكلاوهم بلا بيا قلت لك يلاه معايا الطريق ما بغيتيش تشتي ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم اليوم غات باش معايا فاشي وخليكم باش تشوفوا اول مره شي وحده ماشي اول مره غير غات باش معايا اول مره غندير لكم فيديو. صراحه ديما كنقولوا غنديروا فيديو غنديروا فيديو كنعرف فاشي كتشخر ولكن اليوم غندير لكم فيديو وغادي نبارطاجيو معكم واحد لاغوسيت ديما كتسولوني عليها في انستغرام كتصايبها فاتي ديال الشيف فاتي واعره 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 ديال لي بات. ما فهمتش حنا كناكلو في اندومي وباقيين غير ناكلو لي بات ولكن تشالي دابا باقي يلاه العشيه العشيه دابا راه 7 ونص تحشناكم انا زعما بزاف والله العظيم باش بحال باقيتي قالت لينا الاندومي حرقاتها علاش قلت لك حرقات مشفات حرقات وفرحت على الناس كي ولات ولكن المهم قلنا بعض ما فيني رجوع خاصة ناكلها هو المهم ناري اي والله كنت عشان بيشو وما عشان شاية مسكينة دابا كاعية صارت ديبريسيون قالت لك يدوز عليها الاثنين الازرق لا دابا البارح ازرق دابا البارح كانت طالع عليا الدم فيها ديبريسيون مسكينة انا مسكينة فاطمة واليوم قلت لها اسبريس ديك لانفورماسيون ديالها اوكي ما عرفت لي البارح الحب ولا مولا 12 الليل جاتني ديبريسيون كانت اثنين فاطمة ولكن لقيتيني طلعت لك المورا فاش جاتك ديبريسو اش درتي؟ هاد التصوره ديال البروفيل ولكن كنت ما حبيتش هاد البروفيل وانا كنت لك كو 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 كتبني بلوكاتي تخلعت انا قلت لها واش قلت اه يا نبي يا ميا دار لا ما بكيتي بكيت طلعت لي الطاش كنت بكيتي طلعت لي ديبريسيو كنطبق الشعبي هادي هادي صاحبتي لا خلي ديك ديبريسيون ديال التحييه بوحدها ديك ديبريسيون ديال بصح بوحدها ما كنبقاش تعبي شغل شي ديك هذيك ديال الكاميرا راه في العام كنت بزاف كنت كنبقى نجمع بزاف كنطلع انا شخصيتي قويه الحمد لله ما كنبكيش انا كنت على حير مصطفى انا البارح قال لك حير مصطفى قش الوالده ورقت لي لا يوريك حتى في هذا البيت شحال بكات عليا ايه فاش كملت 18 عام فاش كملت 18 عام ما عاودتيش ليكم ما عاودتيش لهم فاش كملت 18 عام قلت لك سرفات ملي باش حسيت عرفتي كنت فرحانه نهار لانيفيرسير ديالي راه كنت فرحانه مدوزه النهار كامل وانا كنضحك عيد ميلادي وصلت العشيه ما عرفتي اقسم بالله وانا جلست قدام هاد المرايه اللي قدامنا باش كنشوف راسي كنقول ويلي كملت 18 عام صدمت شوفي تقبلتهاش انا كنحس براسي باقا صغيره باقا اش كنحس براسي بحال باقا طفله فهمتي باقا باغي نتفشش طفله كنقول لك من 18 عام وبديت كنتفكر من زعما من كل عام شنو درت فيه قلت راسي عندي 18 عام ما دايره والو خاص ندير المشاكل وانا بقى هنا بكي نبكي سيمانه دوزت ديال البكا حتى دارت لي فاتي مسكينه السيربريز والله صحيبتي هذا العلم لا
فرحات ليلى بتشمعها على لانيفرسير ديالها. انا كنبكي عليها وانا بغيت نكبر وانا درت 18 عام. جات ماما لقاتني كتبكي قالت لي مالك؟ قلت عندك ماما انا بغيت نكبر وباش ندير تما. والله شوف باقي فيا الحال لحد الان ما متقبلاش تكون عندي 18 عام. عندك ولا اختي حالتها. بلا ما فعل اليوم. ايه انا كاع ما كنقول لها. هي اللي ما 18 عام كنت فرحان. نسولو فاتي اش كنسكت شي كنسكت دابا معايا فاتي كانت كتضحكني زعما باش ننسى كنسكت شي كنسكت كنقولها كملت 18 عام لايف اش السيمانه وانا كنبكي وانا سبت عليا في الدار عرفتي هل غير جوجه قلت لك طاحت فاتي دابا وصل المغرب نهبط نوصل وصل للدار غنبقى وحيده غادي ندير كابر واش تهضر معايا ابل فيديو مره عند فاتي صافي غنديرو اللايف واخ غادي غادي نهبطو نوصلو سلمى دابا لدارهم وغنمشي انا وفاتي نشريو داكشي اللي خاصنا نوصلو سلمى نمشيو نشريو داكشي اللي خاصنا باش نصايبو لي بات وغنرجعو للدار وغنكملو المهم يا زعما حنا جينا دابا حنا كاينين في الكوزينه مشينا شرينا داكشي اللي خاص باش نصايبو لا غيسيت ديال فاتي وغادي نصايبوها وغادي نبارطاجيو معكم صراحه كتجيب لينا بزاف واقتصاديه انا كنقول لكم داكشي ديال الامهات بنينا بزاف واقتصاديه البنات ماشي كتصوبريه وكتعجب الوليدات انا معني طوب في نص ساعه ولا قلوه ايه دابا هذه ديال الجوع ديال الزربه فهمتوا في الليل وبنينا داكشي سلاه فهمتوا والمناضه الحب ديال فاتي بارده في الماضي شحال ديما شربت شي حاجه بارده ما يدخل البرد المهم حنا دابا حنا الحادقات غادي نبارطاجيو معكم لي بات ديالنا الحادقات باش كنحسب هاد الكلمه فين ما كندخل الكوزينه كنبقى نقول لكم انا حادقه انا حادقه ولا ما لا انت حادقه شوف حدا فينا حادقه شوف انا حادقه في الطياب ما حادقاش غير في الشقه ما نزيدش عليا الحادقه ولكن تقل من انت شحال تقل خاوله في الطياب ولكن ساعتين شوفوا كنطيب خايله ولكن عرفتي باش كيخرج داكشي شحال ما تقاليش في الطياب شحال ما جا الماكله بنينه هذه معروفه كتقال بزاف يخليك شي دقه راهي تكون داكشي بنين كزربي بحال ما واحد الطاجين ديال السلاو الزبيب اللي درتي ليا في الكعك زينات شو هذاك الطاجين حلو دري كنعلي ندير لهم فيديو واحد شوفوا زوينه الحملي ما طابش الحملي ندير عز كبير المهم فاتي صايبت لي واحد الصوليو شكيت وبقيت كنبكي عليه والله شحال بنين طبعا الاخرى بقات شاده وكتقول لي انا بغيت شي سهل بغيت شي سهل وانا ولفت وحنين الساندويتش شوف صايبوا هاد المره وندير لكم فيديو المهم دابا غادي نصايبوا لي باك يلا فاتي شي اول خطوه خصنا كفضون باش نخشي نحيد انا هادي هادي كنت خارجه بهاد الزنقه نمشي نحطها في البيت ونرجع فين الأصدقاء؟ بخير عليكم توحشتكم والله توحشتكم نتوما هانين انا بغيتكم تكونوا مرتاحين واللي كيقرا يدا في قرايتو واللي خدام وكوراج كتنسحاو وانا كنتمنى لكم الخير تحياتي بكل حب وكنبغيك كنسلم على ماما وبابا لا ماما شوف الحلاقه ديالك واش جبتي لي يا صاحبتي انا ماشي دارنا هذه انا شنو جبت لك جبتي لي هذيك ديك المقله اللي ما كتبغيش نجبدوها عارفه بعدا ما كتبغيناش نجبدوها انا كنشوف ولكن خالتي لحيت الفيديو خصنا نجبدوها لا كنجبدوها 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 ياك باش ما كتبغيش نجبدوها كنجبدوهاش كناخذو في الاول بصله اجي جو معنا هنا وتشوفوا داكشي مزيان فاتي ماشي بنت شكل فاتي الصراحه والله فاتي واحد المبعكه والله خوتي ما فيها العيقه لا دابا متواضعه مع الناس فالعيقه مع راسها هي تبعكيك فتبعكيك كنت بغيت تبعكك انا اصدقاء انا نهبط لكم شويه اختي دخلنا نشوف الاصدقاء ديالي يلا كناخذو بصله من النص كنحفظ الحشومه هادي انا دابا هاد لي بات شحال مره كنشوف فاتي كديرها بصراحه تعلمتها ولكن باقا ما كنعرفش نصايبها بحالها هادشي شوفوا الطريقه باش انكم تشنضوا البصله كديرها بحال كانك كنتعلم دابا بحالكم شنض البصله دغيا الله يمسخك شنض البصله دغيا كديرها قليضه بزاف اصاحبتي وما طيبوا مزيان شنو تبقى هادشي بنين هادشي باقي انا كنفرح فاش كتكون فاتي كتصايب بهاد لي بات والله ماشي ما كدير والو لا عرض عليكم انا وداك تشقاي بايتي معايا شوف يا ماما شوف يا ماما
دابا مول فاطمه تشقى خالتي والله شي انا اللي ديما كنشقى والله اول مره كطيب اندومي كذبت اول مره توكلني في دار ما كتخسرني بالجوع الاخوان بعد ديما نخبي عليك المدير ولا كتخاصم معاك كتخاصم مع الاخوات الله يمسخك اسحبوا بالصحه انا والله مالك بالعكس زعما دابا كنعرض عليك علاش كتبقاو تتهموني دابا هي نقول لك اسال واحد ما خسرتي شتي انا ولا بعد المره واخا ولا الا تبقاي ما كتفرق كتلقى تحبس لينا الفيديو عمر لنا ستوكاج يلاه مسحنا داكشي خصك تمسح دابا غادي نكملوا لكم الفيديو سير عاود دابا فاتي قدرت البصله وكاش مزيان من بعد ما كتشوفوا كان مزيان انتوما صافي بركه سير بيض غيره ما خصناش نعطلوا عليهم شوفوا البصله وانتوما كديروهم في الفيديو عاود انتوما شوانتينا مسبحنا شكروفي حاز قالك انا كنلقى اختي الوالده محطه واعر عليك انا حاز قدها بس شكون كيطيب دابا اللي كيطيب الواعر اليوم غنشارك معكم واحد التجربه ياك شنو هي اليوم غادي نصبغوا شعرنا وغادي نوريكم كيفاش غنصبغوا غنديروا الوان مسطحين هاي 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 انا كنعاونها ما تقولوش انا جايبه صاحبتي وحاكرة عليها راه حيت هي كدير لي باط بنان انا دابا غادي نحك الثومه انا الله شهاده غتبقى في التاريخ في هذا الفيديو فاشي كدير لي باط بنان الحمد لله دوات نشوف اش كنتوحشكم كنبغي امتى ندير لكم فيديو ولكن حنا مخليناش هي اللي مخلاتناش نلوحوا الفيديو ما غاديش نحاول ما غاديش اكلاه غاديك غادي تسلحي غادي تفرى لكم التليفون غادي نلوحو حنايا غنشوفو التليفون نلوحو في القناة وغنديرو القناة ديالي انا وسيما وشبعونا خلينا نلوحو لكم الفيديو حلفت حلفت واش بغيتي تسمعو كاين قسم الحاد قالت بزاف الحاد قالت دابا كيبكي كيحسب بالظلام ياك تشرجينا شي حاد كهنا فاطمة ما تعايرينا تعيق علينا دابا بقينا صغارات طالبات عجباني باقي براسي كش من ريحة الحرارة في وجهي شمي تحرق لي وجه شمي تحرق لي شمي لا لا ما صاحبت شمي ويلي ناري كانت غتشد لي العافية في وجهي تحرق لك 15 لا صاحبت شمي هاي فهادشي دابا داكشي ديال شوميشات وحدة كتقدم وحدة كطيب اجيو هاي فاطمه بقى ما درتيش الزيت ما عرفتش داكشي في الحال مزيان الله تشحر مزيان زيت العود كاع في المودر الصباح خليني نحشى فيك الحبر الله انا نحرك ليك انا نحرك شوفي باش دير اوكلا بنينه ما ديرش الابعاد عرفتي بحال كنت كندير ماما في رمضان مسكينه خلاتك توجد الفطار كامل وكنجي نقول لها ماما نحرك ليك صبوا الماء الماء هذا خفت كوبي اصلا ديك المره ما نكملوهاش كوبي كوبي باش نكملوها كنحركوا بحال هكا سي هذه شي سبت شي بحال شي نطاب حيت دابا غادي نشربوا المرا دار حيت سخنه راه سخنه بزاف هنا درنا جهد كبير ما تدخلوش عندنا انستغرام واش ما جوج تدخلوا عندنا انستغرام الناس اللي كتوحشونا وكنغبروا عليهم وكيبغيو يبقاو يشوفونا بزاف دخلوا عندنا انستغرام باش تشوفونا كل نهار حنا ديما كنديروا ستوريات في انستغرام ديما كنلوحو لكم لي لايف كنلوحو لكم كندير لكم اللايف انستغرام صدق مرضى كيفاش الدقعه ما كدقش مرضى كركد الجوع خويا كان ما كنشربش بزاف كون دابا ما قلتش شي نشرب ولا ما نشرب انا ما كنبغيش نشرب مرضى حيت المرضى هي كتساوي السمنه ديال فابور والله ما كنبغي نشربها كتغلط بزاف المنار وكتنفخ الكرش اش كنقول لهم راه غاتنتي تنتقال نسيتي بس ما كنديروا معها لا ملحه لا بزار لا حتى حاجه ديري الزيت انا مولفه كندير معها الزبده الصراحه اختي كانت ما ديرش الزبده مدرب الصحه حتى هي كتساوي الغلط فابور ديال زيت العود صحي صافي وكتبقاو تحركوا فتا كتشوفوها دابت واحد شويه كتحيدها وكتحطها على جنب البصله كتخليها شويه ماشي كتشحر مزيان كتخليها شويه باش كتجي زوين باش كتجي كراكم شويه
عرفتو فين كندخل شي شين يوتيوب كنلقى اللي كيقول اليوم اللي كيقول لي زابوني ديالو كبيداتي اش حماتي وليداتي وليدات ميلولو مي خوخو انا شنقول لكم اويلي كاع ما مشوشو تعاودش شوفوا قولوا لي قولوا لي في الكومنت شي شي سميه بقى نقولها لكم نتوما اللي غادي تختار انا عطيتكم انا عطيتكم نتوما لو شوا باش تختاروا اللي بغيتوا قولوا لي شنو هو اه صافي خاصنا نقول لهم شي سميه صاحبتي دابا شوفوا نقول لكم صراحه نتوما كتجوني كيوت كيوت بحالنا كتشكري في راسك ولا ريحي حنا ماشي كيوت حنا هبيلين سمعتوا اللي كتجوني كيوت اختاروا شي سميه تكون كيوت والله قولوا لي سميه اللي اقترحوا عليا شي سميات باش نبقى نقول لكم سلام ميلولو سلام زعما سلام سمي اللي غتقولوا لي ها نتوما نتوما غادي تشوفوا اختار حاجه كنحس فمك بحال هكا عمر حيت بحال هكا نتوما غادي تقولوا لي السميات انا غنختار انا والبنات السميات اللي عجبونا بزاف نختاروا شي خمسه اربعه وغادي نديروا لهم تصويت صوبت نتوما اللي غادي تصوتوا على السميه اللي زوينه كاع عجباتكم وهي اللي غادي نسميها لكم صافي متفقين ولا كنا متفقين قولوا لي سميات في الكومونتير حيت انا كنبغيكم بزاف انا كثرنا عليكم الهضره خلاص معانا دابا اش كدير دابا غتصايب لاصوص بيشاميل ولا باترا انا واش كنطلع في شي بحال هكا كنخلع فنان صاحبي بحال ما دارش ما كاين واش دابا كتخلعها قولوا لها واش كتخلع على مزينات بوغوسا شي تشيزا واه واش كيف منادى كنحط عليها صافي كنجغب كنجغم الجغمه الاولى صافي ندي كشره من ولا جبوك لا لا تفكرت البحر حيد حيد ما مسوقش داكشي وما خاص الناس تمشي بعلى غوسات يشوفوا شنو كاين غنديرو ثلاثة د المعالق ديال الدقيق انت كتفهمي مزيان كتفهمي راسك نزيد دابا شوية خاوت خاوت واخا تخيل هادشي بحال كتبدلو دوبي اوكي دوبي زيدي خلي ديري هو قدي لا روب فهمتك شي صاحبي شي بغيتي تبغي تخلي لي الربع ديالو عندك كيف بزاف غنشوف زيدي ما عندناش فرماج احمر غنديرو خمسة من هاد غنديرو خمسة من هاد الفرماج كاري هادو بنان وكيطلقوا المذاق بنين زينو الا ما تبعتوش مزيان ولا فات لكم شي حاجه نعاود نختصر لكم لي زيتاب ديال الكلام اول حاجه كديروا المقله كديروا شويه زيت العود كديروا البصله والثومه يتشحروا كتحيدوا البصله كديروا الزيت ولا الزبده والدقيق باش كتصايبوا صوص بشاميل صوص بشاميل اغلبيه البنات كيعرفوا يصايبوا حيت دابا ولات شائعه فهمتوا ولا كلشي كيصايبها شائعه الله 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 ما عرفتش سمعتوني هادي خليها انا كتصايبوا لاصوص بشاميل كتزيدوا عليها الفرماج هي هذه النقطه البزار والملحه والفرماج اللي عندكم قزح كوها عندكم الهريسه مطحونه ديروهم البصله ديروهم ابار البصله ما بقاتش انا البصله حيدناها خلينا ابار حتى الاخر غادي نزيدوها هي والطون المهم تبعوا معنا نوريكم فاش يكون كيتخلط هذاك الشيء دابا لي بات طابو زدناهم على لاصوص بيشاميل وفاتي دابا غتزيد الطون تطلق لكم زيد الطون واش درنا البصله قليل درتي ديك الوحده كامله ليش قليلة الصراحة شو المشكلة طيب نزيدو الكاشير ريني 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 كستير رايش كنت هتمشي فيها شدي نزيدو الكاشير حتى هو خدا نشوم كاش خلط خلطي مزيان نحاول بالطريقة الشهيرة إذا عمرك تشهير ايوا صافي حنا نبقاو نخلطوا حتى تختار مزيان مزيان وغنحطوا ونكتبها ونقول لكم كي جات كي جاتنا
صافي انا شفتو زادت هذاك الشيء اللي دارت وزاد الطون ولا شلون كتجيب هنا اقتصاديه كما قلت لكم في الاول. طبعاً فاش تشهد تاكل في الطباسل الطويل قالت لك انا حطيت فاصل مربع قلت لها تشهد ناكل في الطباسل الطويل ما اختي كلي في الطباسل الطويل مرحبا بك شي بيتي عندها تشرطي على راحتك ماشي مشكل تشرط هذا خولي خولي عندك بيجامات كنت بسوي انا اللي ما كنلبسش بيجامات هو والو في الدار كتعيا معايا الوالده هو والو كنضر على بحالك الشمكه بنينة يعطيك الصحه صاحبتي هو بنينة وبنينة مانيش بيها واعر واعر خيالية خطيرة ما تقولوش كنزيد فيه والله حتى بنينة ولا بنينة بنينة جات حسن من الايام اللي كنصوروا فيها جربوها و الى عجبتكم خليوها لينا في خليوها لينا في كومونتير ولا ميساج في انستغرام انا ما نتشاككش دابا البنات غادي نوريكم كيفاش تصبغوا شعركم بالصباغه وباللون اللي بغيتو. انا درت ماكياج حيت غندير تيك توك غنبارطاجي معكم التجربه الجميله اللي غادي تنفعكم في حياتكم البنات اللي كيبغيو يصبغوا شعرهم ما كيزعموش على الصباغ واللي كيطلع لهم دغيا اللون في راسهم بحالي انا فاش كنت درت الصغيبات دغيا حياتهم المهم ما درتش هنا في هاد اللعيبه كيخصكم فون دو تان وباليت بلاك فون دو تان تكونوا ما عندكمش معاه بزاف ما تضيعوش اي واحد بحال دابا ما كنستخدموش بزاف انا شوف صغير حوايج اللي باغي نصبغوها صبغها لك ماما لا ما انت من ديك البلاصه اللي درتي ما تشرطيش حتى لي غاس ما كتجيش زوينه من لي غاسي علاش ناخذ شي لون من هاد الباليت هاد الباليت هي قديمه ممكن نستخدمهاش ما ديما ندير بها ما تضيعوش زعما شي باليت اللي مزيانه ولا فون دو تان مزيان داكشي اللي ما عندكمش معاه انا غادي ندير هذه صراحه هاد العيبه شفناها في تيك توك حتى حنا رانا قليله فهمتوني وجربناها وخرجت الفاتي صغير زوين دابا غادي نعاودو نجربوها معاكم شوفوا الخرج عندي الفاتي هاد اللون هذا يا عجب هاد اللون هذا شنو هو هذا انا كده ناري خول عندك الحوايج هذيك داك النهار حيت كنتي دايره من اللون ماشي خشي خمتني يا سيفون دابا غادي ناخذو لا بلاك تي فكر خلعها بحال اول مره غادي نديرها واختي لان لا بلاك سخنات بزاف الدخان وشياط غير كثر الفونديشن هاي خرجت لك مالك اش بغيتي تقدي اش نصبت شعرها هاي والله تي خرجت فن من الزغبه شي وريهم كيفاش خرج لك هي واو هادي جا زوينه كتشوف في المرايه دابا شوف شوف جفن شوف ويلي ويلي عمرت هنا جواعر ويلي ويلي اللون جاك خطير اصاحبي ديري تخيلي نديرو بالزرق غادي تجي واعرة دابا غادي نمشيو نديرو تيك توك ورجع ليكم فاش نسالي تشاو تشاو